أما هلا رشا بنروح للناحية الجمالية اللي هي لازم تكون موجودة دائما بكل المناسبات، الخط العربي بالتحديد والجمالية الكبيرة يلي بيحمرها على مر التاريخ وكيف استخداماته عم بتكون. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذ أدهم فادي الجعفري مدرس مادة الخط في معهد دمشق. يسعد صباحك أستاذ، يا صباح ينعاد الخيرات، عليك بكل خير يا رب. كل عام وأنتم بخير. يسعد صباحك وفطر سعيد عليك وعلى كل محبينك وأهلك. وأنتم شرفنا بألف خير. اليوم، كل عام أهلا وأنتم وسهلا. بخير. حكينا أنه دائما الخط موجود وإن كان يعني بشكل كتير خفيف ببعض الأماكن، ولكن هو موجود يعني ويعتبر حالة جمالية دائما موثقة. وبنرجع إذا رجعنا في أنواع كتير للخط. خلينا صحيح. نحكي اليوم كيف تطور الخط عبر الزمان وكيف بلشتوا أنتوا كمان تدعموا هاي القصة. نعم، أول شيء كل عام وأنتم بخير. ارتباط الخط بالكتابة ارتباط وثيق، كل كتابة هي خط، فالأداء أداء المعلومة إما يكون لفظي أو كتابي. صحيح. نعم، فالمعايدات كثير من المعايدات الآن هي مكتوبة كتابة. نعم تمام، لكن يلجأ الآن الناس إلى أخذ من الخطاطين تحف فنية مكتوبة بالخط بعبارات حتى يرسلوها كمعايدات، إن كان عن طريق الفيس أو عن طريق الواتس، بإرسال معايدات بأنواع خطوط مختلفة، بخط الديواني مثلا، خط لين عندنا نماذج منه هنا، بخط الثلث مثلا، هذا خط الثلث، خط الثلث فيه تركيب، هنا الآية إليه يرجع الأمر كله، تمام، بهذا التركيب. أيضا عندنا خط الفارسي، هذا وقولوا للناس حسنا، أيضا خط فارسي، بخط النسخ، بخط الديواني، خطوط مختلفة للتعبير عن هذه العبارة فنيا إضافة للتعبير اللغوي. يعني العبارة تؤدي معنيين بنفس الوقت، أول شيء وصول المعنى اللغوي، العبارة اللي بدنا نؤديها، تمام، وهي تحمل كثير من البلاغة، كثير من فنون اللغة، إضافة أيضاً يضفي عليها الجمالية. شو هو الخط العربي؟ نعم، هي فن أستاذ بحد ذاته، يعني أكيد. لما بنشوف نعم. الشكل والكتابة، نعم، والخط من الأحرف بنشوفها مرسومة بطريقة كتير حلوة. نعم. بالنسبة للوضع الحالي أستاذ اليوم، قديش اليوم لسه في إقبال الناس يمكن على تزيين إن كان بيوتهم، نعم، أو إهداءات شخصية ممكن تكون بين الأشخاص. صحيح. للخط العربي، قديش بتشوف هذا الشيء هو رائج اليوم؟ والله الآن في نهضة خطية، يعني كثير من الناس يظن أنه الكمبيوتر أثر على الخط سلبا، لكن الناس يعني بحاجة لنافذة من الروح والجمال والهدوء، فهي موجودة في الخط. لأن الآلية الكتابة بالكمبيوتر بهذه الأحرف الآلية، إن كان على الموبايلات أو على الكمبيوتر أو صف الكتابة تنضيد بهذه الآلية، هي ليس فيها الروح الكافية كما موجودة في الخط. نعم. الخط فيه انسيابية، فيه جمالية، فيه من روح الكاتب. شو يضفي ورجينا شيء استاذ؟ يضفي. سنكتب الآن عيد فطر سعيد كمان بخط الديواني، حتى كمان نعايد على المشاهدين. شو أكثر اليوم الخطوط هيك أنت عم تكتب، خبرنا شو أكثر شيء عم تروحوا عليه أو عم تستخدموه، الناس عم تكون عم تطلبه يعني؟ والله مثل ما قلتي أنت سابقا، الخط تطور عبر التاريخ، وكل عصر له خطوط بيستخدمها، تمام. الآن وصل إلينا الخط بسبع أنواع مشهورة. خط الرقعة هو خط الكتابة اليومية، كتابة المدارس، كتابة الموظفين، معروف. بسيط. خط الديواني هل عم نكتب فيه هلا، خط لين كمان أيضا فيه من البساطة بشكل الحرف، لكن فيه ليونة جميلة، وأيضا في بعض التراكيب. ايضا عندنا خط الديواني الجلي، نفس الديواني لكن في مليء بالتشكيلات. طب هذا التجديد استاذ اللي عم ندخله على الخط، ممكن يكون في بعض الامور تسلبه الاصاله يلي هي او الخطوط العريضه يلي هي من اساسيات الخط العربي، او اي تجديد هو مقبول بالخط العربي؟ والله هذا الكلام موجود بكل شيء، بكل نعم. الفنون. نعم. يعني التجديد بعض الاحيان في مجددين هن مو مجددين، هن ما وصلوا للمرتبة انه هن يحسن انه يجدد، يعني اللي بده يجدد لازم يكون وصلان لمرتبة عليا،
حتى يحسن الجد. فهذا التاريخ لحاله بيهمله ويبقى شيء جيد. الآن كتجديد الحقيقة الخط العربي خط شيء متجدد دائما، كل عصر من العصور احتاج للكتابة، فكان الخط يؤدي هذه المهمة بنجاح. قبول الناس، قبول الناس للتجديد بيلعب دور بانتشار هذا التجديد أو عدمه؟ صحيح، لكن هي التقييم من الناس. حلو. يعني هلأ مثلا إن كان فن الخط أو حتى الأغاني أو شيء، بتلاقي مثلا بالسنة مثلا بيطلع مجموعة كبيرة من الأغاني، لكن شو بيبقى للسنة اللي بعدها؟ المميز. أكيد. للي بعدها، لبعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، شو بيبقى؟ في أغاني من 20 سنة تماما، أي والناس متقبلتها. كمان نفس الشيء كل الفنون، كل الفنون حتى الخط شيء منهم يبقى الشيء المميز. نعم. والتاريخ يهمل الباقي. نعم. فبالنسبة للخط، الخط يتطور حتى الآن مع وجود الكمبيوتر وهي الفونتات الموجودة تتطور. يعني بأقل جهاز فيه حوالي 200 خط طبعا. لكن المستخدم منهم 2-3-10 بالكثير. هي الأكثر رواج وقبول بين الناس، أفضل الأفضل نعم. والعملي أكثر نعم. نعم. طب خلينا نحكي أستاذ عن تدريس هاي المادة. نعم. اليوم شو بيميز الشام عن باقي المدن والدول بموضوع الخط؟ والله هي يعني دمشق لها تاريخ في الخط. فبداية الخط عندما بدأ التحول من الخط الكوفي اليابس إلى الخطوط اللينة كان في دمشق في بداية العهد الأموي. فهون لدمشق إلى دور تاريخي كبير جدا. نعم. وعبر التاريخ كان الخطاطين السوريين وبشكل عام يعني السوريين والدمشقيين متميزين، وإلى الآن لهم تميز. وأيضا أنا بضيف يعني تميز آخر للخطاط السوري هو ارتباطه بالطباعة. يعني كثير من الخطاطين حول العالم هن خطاطين لهم ارتباط بموضوع اللوحة الفنية. تمام. أما الخطاط السوري له ارتباط كبير بالطباعة، الطباعة هي اللي بتنشر الخط. صحيح. تمام. أو حتى الآن كمان صار الانتشار عبر الوسائط. يعني فالخطاط السوري عنده وعي يعني بالنسبة للكتابة اللغوية. بحالة رضا يمكن عن حالة الخط العربي وانتشاره، هذا شيء صحيح. يمكن أنا متفائل زيادة. لا هو واقع أو هو رغبة أو تفاؤل؟ واقع، واقع جدا. ليش؟ نحن من خلال دورات الخط في إقبال كبير جدا على إقبال على الخط. وأنا بعزي هذا الأمر ل يعني دخول التقنية ودخول الأشياء اللي ما فيها روح بحياتنا. يعني كان قديما يعني أغلب المدرسين خطوطهم جميلة. تمام. كان الخط موجود حتى بال يعني لوحات المحلات. صحيح. كانت مكتوبة باليد، مزبوط لما لا؟ طبعا. هلأ كله مكتوب بشو؟ طباعة، بفونتات كمبيوتر. فأي إنسان بيشاهد مثلا حرف يتحرك بروح فهذا بيزبو كتير، لأنه هو مفتقد لهذا الشيء. تمام. ففي هذا الإقبال عن موجود. والحقيقة أنا ما وجدت يعني من خلال المعارض، من خلال السفرات، يعني ما رأيت إنسان شرحت عنه له عن الخط حتى يعني ما يكون هو عربي إلا بيجذبه هذا الفن بميزانه. هلأ نشوف والله هي اللوحة الحروفيات شو يعني، بنلاحظ أنه دقة الحرف، جمالية الحرف مع الميزان الدقيق. يعني هون الميزان ميزان دقيق للحرف حتى يعطي هاي الجمالية. يعني هو الخط مو مجرد أنه مثلا والله أنا من عندي شو ما بدي بشتغل، لا هو توارث، قواعد متوارثة كل جيل من أجيال الخطاطين الأساتذة أضافوا عليها شيء حتى ضبطوها بميزان يعني ترقى هذا الميزان. نعم. فما في يعني مثلا واحد خطاط أنه من عنده يطالع خط يكون مميز. طبعا في الخط الحر هو بيعتمد على خطوط تانية، لكن الخطوط الأصيلة هي بحاجة ل يعني سنوات طويلة حتى تخرج بهذا الشكل. نعم. أستاذ بتشوف أنه نحن مفروض اليوم ندعم الطفل بموضوع الخط؟ في عنا أطفال كتير خطهم سيء. نعم. غير مفهوم، وفي أشخاص يعني أنا بعرفهم بالفحص رحلهم صح. في علامات بسبب سوء الخط. نعم. فاليوم هدول نحن كيف قادرين نحل هاي المشكلة معهم إن كان بعمر متأخر أو بعمر صغير؟ والله الحقيقة يعني وزارة التربية مشكورة فيها بمفردات اللغة العربية، مفردات مادة اللغة العربية من الأول
الابتدائي للصف الثامن في بالمفردات، طبعا المفردات معروفة النحو والإملاء، في مادة الخط موجودة، لكن مع الأسف نحن بحاجة لمدرس، مدرسين، إخضاع المدرسين لدورات في خط الرقعة. نحن ما بدنا ياهم يكونوا يعني محترفين تماما بكل الخطوط، إنما خط الكتابة اليومية. هلأ أول شيء يعني يكون المدرس متمكن من هاي المادة لحيوصل هاي المعلومة للطلاب. صحيح. تحسين الخط مو أمر صعب، لكن بحاجة لتدريب. بحاجة لتدريب، برافو، يعني تدريب من الطالب نفسه، يعني لازم يكون هو الطالب عنده استعداد ليحسن خطه. هلأ شلون أنا بكتب بخط سيء أو خط جيد؟ بإتقاني بكتابة الحرف. وهذا الشيء هذا الشيء يعني مو صعب، هو شيء منطقي. لازم يعني لما يكون أنا كتابتي بالمدرسة ألفاتي متوازية، نقطة أنا بالحرف، مو شيء يعني خارج عن المنطق، تمام؟ إنما هو شيء منطقي، هو شيء يعني بحاجة شوية يعني تأني، شوية إتقان. نعم. بدنا نشكرك أول شيء على الخط الرائع يلي نحن شفناه، وبهذا الوضوح وبهي الجمالية. بنتمنى أكيد الخط العربي بهذا التاريخ الكتير كبير يبقى يتطور ويستمر ويعود أطفالنا يمكن من الأعمار الصغيرة على أهمية هذا الخط. شكرا لك إن شاء الله. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. شكرا. شكرك أستاذ لحضورك معنا اليوم، ونتمنى لكم الدعم دائما. الدعم هو دائما نقول النقطة المهمة بأي مجال مبدع. إن شاء الله. موفقين أنت وطلابك. شكرا لكم، ونحن ندعو يعني كل الطلاب ل يعني الخضوع لدورات بسيطة في الخط. وحتى يعني في عنا بالفضائيات السورية، في الفضائية التربوية، عملنا نحن عدة برامج في الخط، وموجودة كمان مرفوعة على اليوتيوب. حتى بنور الشام كمان عنا برنامج في الخط، يعني ممكن يتابعوه يستفيدوا منه إن شاء الله. نعم نعم. مشكور أستاذ مرة ثانية.